تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، بدأت مساء اليوم أعمال الملتقى الخليجي الرابع للتخطيط الاستراتيجي والذي يعقد على مدى 3 أيام بعنوان هواجس أمنية، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في المجالات الأمنية والقانونية، بما من شأنه إثراء أعمال الملتقى من الناحيتين النظرية والعملية بما يسهم في تحديث وتطوير الفكر الأمني وتطبيقاته. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره للمشاركين في أعمال الملتقى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا تقديره للجهود المبذولة نحو بلورة تفكير وطني مخلص تجاه الأمن الداخلي الخليجي والذي لم يعد مقتصرا على كل دوله، حيث إننا في منظومة واحدة نواجه فيها تحديات مشتركة. والله الحمد، ما يميز هذا الملتقى هو النخبة الطيبة من دول المجلس. هذا يجعلني أرى بأن هناك تفكير وطني مخلص ومقدر نحو الأمن الداخلي الخليج. فالأمن الداخلي لم يعد مقتصر على الدول، ونحن في منظومة واحدة وأمامنا تحديات ما في شك. أنا أؤكد على بعض التحديات، تحديات المستقبل. نرى أن أمامنا تطرف، سواء كان تطرف فكري أو تطرف طائفي، وهذا يجعلنا اليوم عندما نتحدث عن استراتيجية فإننا نتكلم عن استراتيجية المستقبل. وعندما أقول المستقبل فأنا أخص الشباب الذين كانوا جزء من هذه المرحلة التي مرت بالمنطقة. اليوم احنا في وزارة الداخلية نضع هذا الهدف امامنا لمستقبل شباب البحرين، ونقدر كل الجهود الوطنية اللي تساعد على اصلاح الشباب ووضعهم على الطريق القوي. وضعنا في الداخل ولله الحمد انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة. كنا في مرحلة كان أهم ما فيها من تحديات تلخص في ممارسات خاطئة وتجاوزات للقانون، استخدم فيه الإعلام بشكل خاطئ، واستخدمت فيه المنظمات الحقوقية والسياسات. ولله الحمد تم احتواء هذه المرحلة وكلنا عشناها، ولا ودي أن أتحدث فيها بإسهاب، وإلا فهو لزاما علينا أن نحن نكتبها ونوثقها، وأيضا نكتب الدروس المستفادة، وهذا شيء احنا نعمل عليه وموثق عندنا. واليوم احنا نكتب استراتيجية أمنية إلى مستقبل وأمن البحرين المستقبل. فإذا كانت المرحلة القادمة أو المرحلة اللي انتقلنا لها هي مرحلة مختلفة وأدواتها مختلفة، فاليوم عندنا شارع تطرف في أعمال العنف ووصل إلى أعمال الإرهاب. احنا مثل ما نجحنا وتعاملنا مع المرحلة السابقة
أيضا سوف نتعامل وسوف نتغلب على ما هو أمامنا من تحدي، ولكن هذا هو عمل مشترك. تعاوننا في المرحلة السابقة وكان حضوركم مؤثر جدا وما كان في تأخير، بالعكس كان كل التجاوب موجود والحضور الوطني كان مميز. واليوم أيضا راح نستمر، ومثل ما تمسكنا بالقانون في المرحلة الصعبة أيضا احنا نتمسك بأدائنا القانوني في جميع مراحل العمل. ويمكن أول تفوق في تخطي هذه المرحلة هو الانتخابات النيابية التي تمت. فاليوم نرى مجلس نيابي وطني منتخب، يمكن أن أقول وبفخر أن عندنا رصيد من الإصلاحات السياسية اللي ممكن أن نحن نتسند عليه. المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أعطانا هذه القاعدة السياسية. المشكلة كانت في الممارسات والتنفيذ الخاطئ، ويالوقت أن احنا نصحح المسار، ويالوقت اللي احنا نضع حد لكل التجاوزات. فالصورة واضحة والعمل واضح، ولكن لابد أن ندرك بأن التهديد الداخلي شيء وما يحدث في المنطقة ليس ببعيد، وهذا ما يؤكد على أهمية هذا الحضور وهذا المنتدى وهذا الملتقى الذي جمع نخبة من أبناء دول المجلس. من جهته أعرب الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى الخليجي للتخطيط الاستراتيجي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على رعاية معاليه أعمال الملتقى، وهو ما يعد دافعا لمواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن على جميع الأصعدة. وأوضح في كلمته خلال حفل الافتتاح أن الإرهاب نتيجة حتمية للتطرف الذي يشكل بذرة للتطرف العنيف، وهو ما يعد تمهيدا للإرهاب، الأمر الذي يضع أمامنا مهمة بالغة التعقيد متمثلة في محاربة الإرهاب. وأشار إلى أن اختيار موضوع انعقاد الملتقى هذا العام يرجع إلى ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة باتت تؤرقنا جميعا، منوها إلى أن هذه الدورة للملتقى تسعى إلى بلورة دورنا كمثقفين ومهتمين في رسم ملامح خطط المرحلة القادمة كل في مجاله، خصوصا أننا في أمس الحاجة الآن للمزيد من التفكير الاستراتيجي. وفي ختام حفل الافتتاح قام معالي وزير الداخلية بتكريم المتحدثين ومديري الجلسات والشركاء في الملتقى، مشددا على أهمية انعقاده وداعيا إلى الاستفادة مما يتضمنه من معلومات وخبرات، حيث سيناقش الملتقى في يوميه الثاني والثالث مجموعة من المحاور المهمة والمتعلقة بالأمن السياسي والإعلامي والداخلي والاقتصادي والاجتماعي.